كتير حلو، كان هيك العالم كتير بتحب أغاني، بضلوا يعني عم بأجواء الأغاني الجديدة ومين بغنيها. رح ننتقل على الأبلكيشن الثاني اللي هي جوجل جوجلز. شو هي هذه الأبلكيشن؟ جوجل جوجلز معلومات عن الشركة، كل المعلومات بتكون متوفرة تقريبا أكيد يكون حاصل عليها، ولا فيك عبر أي هاتف نقال ممكن نحصل على هالخدمة؟ هدول الأبلكيشن دكتور أنتوني على الأبلكيشنز اللي ذكرتهم اليوم. لا ماشي، فصل علينا ومنتابع، خليك معنا. بطل رياضي، بطل خارق القوة، بستقبل أنا وياكم مشاهدينا أليكس شير. أليكس رياشي، وين مصدر القوة أكثر شيء؟ بالسيارة لحالي. برافو. بتعمل هيك؟ بعتقد كثير صعب إنك تعمل هيك، شو بتقول؟ حدا من لبنان أو غير لبنان؟ أنا مش من سقف. أنا عرفت إنه بتقدر تصنف حالك، تعتبر حالك أقوى بطل بلبنان؟ مش أنا بصنف حالي، بقول أقوى بطل بلبنان. بس من أيمتى صار وقد إيه المسافة اللي مشيت فيها؟ هذا الحدث تقريبا شحنات لمسافة 100 متر. ناطر رعاية رسمية لحتى تدعم، ولا ما فيك أنت بمبادرة شخصية أنت توصل وتحقق رقم يعني تدخل موسوعة جينيس؟ هذا شيء كثير، مش قصة جينيس بوك أول ما بيسأل وين بلشت أكثر شيء أليكس؟ يعني بأي عمر بلشت تعمل أعمال ما حدا قدر يقوم فيها بالسابق؟ بأي عمر بلشت هيك؟ هلا في وين شمشون لبنان طبعا سلياش تخطيته؟ أكيد لا، أكيد لا، لأنه مصارع احترف المصارعة الحلوة وكان ممثل وله أرشيف بالـ LBC كثير كبير. صحيح والدي صحيح، وقلت لي كان ممثل أول شيء، احترف المصارعة، جاء بعدين ألعاب القوى وبعدين التمثيل. دعمك الوالد، رأيت في انك بطل بعيونك، بعيون اهلك، بعيون كله عم بيشوفوك. خلي لي هيك بس لتمرينات مخصصه. هلا دول موضوع هجره اللبنانيين للبرازيل او الهجره اللبنانيه للبرازيل، وهو من بطوله الممثل القدير منير معاصري، بنشوف مشهد منه. الفيلم هو قصته كثير، 8 أيام كانت فترة زمنية تعتبر قصيرة، ولا هيدا هو الوقت الزمني الطبيعي لإنتاج هيك نوع من الأفلام؟ لا هلا هي القدير منير معاصري موجود، مين كمان غيره من الممثلين اللبنانيين شاركوا بهالفيلم؟ ايه في الممثلين، عم نحكي نحن عن الممثلين اللبنانيين وعم نحكي عن ممثلين من البرازيل، كيف كان التعامل والتعاطي بين هالفنانين هالممثلين من بلدين مختلفين؟ ايه بإنتاج هالفيلم كثير صعوبات كبيرة، ولا كانت صعوبتها مثل إنتاج أي فيلم؟ هلا هي احنا كنا جايبين ناس ترجم، يعني في ناس شاركت هالفيلم بمهرجان السينما البرازيلية 45، كيف تمت هالمشاركة وشو أجواءها كانت؟ هيدا هو افتتحوا فيه، كانت كثير هي لأنه القصة كثير حساسة مهمة عدد وهونيك وقت الفيلم الأخرى اللي راح يشارك فيها الفيلم، وهل راح نشوفه كمان بالصلاة اللبنانية يلي إنهم حق كمان إنهم يهدوا هالفيلم؟ هلا طلع كمان هنا. اهلا وسهلا فيك استاذ كرم، كل التوفيق لكم بهالفيلم وكل المشاريع يلي رح تقوموا فيها بالمستقبل. اهلا وسهلا فيك وشكرا لحضورك. اهلا وسهلا مشاهدينا، فصل اعلاني ومنتابع، انطرونا. يعني اليوم رح نغوص نحن وياك بالهندسه الداخليه اللي حضرتك بتبرز فيها بشكل كثير كبير. بدايه معك، من كم سنه تخرجت؟ شغل او تعذبت شوي لتقدر ربما كيتشن بارك. وضع بصمة مايك سرياني، اي عمل حط او وضع اسم مايك سرياني تحت الاضواء اكثر شيء؟ هلا في كذا فاز، اشتغل على الهندسة الداخلية، ولكن مثلا ربة البيت، صاحب البوتيك او صاحب المطعم، تعب انت وياه كثير؟ نعم بصراحة في بقطر، نحن شغلنا قطر. تخلط، تحرص انك تخلط بين الكلاسيكي والمودرن، شو الخط يعني عم تشتغل عليه معك؟ شو الدورة؟ لا في يعني بتصير على التام العام، في كنت عم بقول لك كل مرة بروح على البيت بسأل أمه وحماه وبديها أعمال حلوة فنية راقية اللي قدمتها، على أمل أن شفتك بكل أنحاء العالم، أوريدي بلشت بكل أنحاء العالم، على أمل انتشار أوسع وأكبر. ميرسي كثير يا هلا مشاهدينا، متوقف احنا وياكم مع فاصل إعلاني، انطرونا بعد ذلك. أنتوني كاركفاس متقابل سوا. لليوم نحن عم ننتظرك من أسبوع لأسبوع، عم تعرفنا على أبليكيشنز عم بيفيدونا بحياتنا اليومية. اليوم نحكي عن تو أبليكيشنز، عن اثنين أبليكيشنز. أول وحدة هي شازام، شو هي؟
اوكي شازام هي ابلكيشن هي ومين بغنيه بلا فيهم بعدين يوصلوا على